بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد بحلقه جديده خطيره جدا. حلقات العيد بقى خلاص، بقى بنقول رمضان باي باي للاسف، فهي دي الدنيا بقى. مهم، هنعمل النهارده وصفتين لطاف جدا للعيد. اول وصفه هنعمل كحك المحلات الناعم، حلو قوي قوي وسهل جدا، غير الكحك بقى اللي احنا عملناه اللي بالخميره. الكحك المحلات الناعم ده بيبقى دايب خالص، يعني اول ما تمسكوه كده يدوب في البق على طول، تحفه زي بتاع المحلات بالظبط. هنقول المقادير مع بعض. والوصفة التانية هنعمل البيتيفور، حبيب الملايين بقى البيتيفور ده خطير، وهنعمل معاه كمان صوص شوكولاتة اقتصادي حلو جدا علشان نزين بيه البيتيفور أو نحطه كده ونحط عليه ملبس أو سبرينكلز، يعني تقدروا كذا فكرة كده تزينوا بيها البيتيفور وتكون اقتصادية وظريفة إن شاء الله. ونقول مقادير كحك المحلات الناعم إيه بقى؟ 3 كوبايات من الدقيق، محتاجة دقيق يكون مكتوب عليه كحك وبسكوت، وده بيبقى أفضل حاجة، أو حتى مكتوب عليه كيك، ده بيبقى تحفة في الحلويات الحاجات دي، في البسكوتات والكحك وكده. هنحتاج عليه كمان معلقة كبيرة من السكر البودرة، هنحتاج معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة خالص تمام من البيكنج باودر مش هنكتر منه، ونص معلقة صغيرة من ريحة الكحك. ريحة الكحك بتلاقوها عند العطار وموجودة في السوبر ماركت، ظريفة جدا طبعا ومهمة، وهتلاقوها برضو في محلات مستلزمات الحلويات. لو انت برا مصر او في مكان مش متوفر معاكي ريحة الكحك خلاص استغني عنها ومفيش مشكلة، وكحكك هيبقى خطير ومفيش اي مشاكل. هنحتاج كمان 3 معالق كبار من السمسم المحمص، معايا كوباية من السمنة البلدي، سمنة بلدي حلوة كده بقى عشان الكحك، عايزين كوباية وتكون على طول من العلبة، لا تكون سايحة ولا تكون ساقعة تمام. هنحتاج عليها كمان رشة ملح خفيفة، وطبعا الحشو بقى بتاع الكحك ده زي ما انتوا عايزين، ولو اني بفضل الكحك السادة بيبقى احلى بكتير، لكن انتوا براحتكم تقدروا تحطوا فيه عجوة، تحطوا فيه ملبن، براحتكم خالص، هيبقى ظريف قوي ان شاء الله. وبس خلاص، بس سهل قوي. هنجيب بولة كبيرة اهو، ونحط فيها الدقيق ورشة الملح والسكر البودرة والبيكنج باودر، وزي ما قلنا معلقة صغيرة، والسمسم وريحة الكحك تمام. نقلب الكلام الحلو ده مع بعضه، ونحط السمنة. أنا محتاجة سمنة تانية يا شباب لو سمحتوا، عشان مقدار السمنه ده مش مظبوط. ونحط بقى السمنه اهو، انا معايا هنا اهو، احط برده من السمنه تمام، علشان ايه؟ نلم العجينه الحلوه دي بالسمنه بس، هو ده بقى اللي هيخليها ايه، انتوا مش متخيلين بقى، يطلع معاكو الكحك دايب دوب كده، ناعم جدا 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 اهو كده اهو، بس عايزين تضيفوا له ميه او لبن طبعا ينفع كده، ممكن نضيف له شويه ميه حاجه صغيره قوي، او حتى ممكن لبن، انا معايا ايه لبن طعمه، لبن كامل الدسم، هاخده كده ايه احطه منه على الكحك كده ايه، معلقتين كبار، وهنقلب وهنشوف هنحتاج تاني ولا لا. على طول من الكيس كده او من العلبه، مش هنحتاج خالص يكون اللبن دافي ولا اي حاجه، لان الكحك ده زي ما اتفقنا كحك مش كحك الخميره كده. عايزين العجينة كده ايه، نبس العجينة بتاعت الكحك وتلم معانا، تبقى ماسكة اهو اهو، تستعجلوش عليها، بصوا عايزه كده ايه تتعجن، هتلاقوها لمت معاكوا على طول اهو، كل الفرفطه دي عايزه تتعجن
كده بس كده، وبناخد بقى حته كده من العجينه. بصوا بنعجنها كده ونشوف اخبارها ايه، هل محتاجه لبن تاني؟ بصوا هي شققت معايا، ده معناها انها لسه محتاجه يا سمنه يا شويه لبن كمان. بصوا شققت معايا ازاي العجينه تاني، بصوا لما نقعد نعجنها كده اهو، هاجي مثلا اضغط بايدي كده هلاقيها بصوا لسه مشققه شويه، يعني مش ناعمه خالص، ده معناها انها لسه محتاجه شويه لبن كمان كده اهو، او سمنه. لو انت مش عايزه تحطي سمنه كتير يبقى خلاص حطي لبن، وطبعا انا حطيت لبن علشان ايه، يخلي برضو الكحك تحفه تحفه، اللبن الكامل الدسم ده بالذات طعمه بقى طبعا، يعني هيخليه طعم طعامه مش قادره اقول لكم اهو. بس كده وناخد من الكحك كده ونشوف ايه الاخبار. بصوا ولا شقق بقى ولا حاجه اهو، ده معناه كده ان هو ايه، خلاص مش هحط حاجه تاني خالص، ولا سمنه ولا لبن ولا حاجه اهو. العجينه خطيره، مش مشققه ولا اي حاجه اهو، تجن معانا بقى ايه البتاع اللي هو اسمه ايه ده اللي بنشكل بيه ده، المنقاش اهو معايا، ده لطيف قوي. وعارفين انتوا القديم بتاع تيتا دوت اللي هو المشبك ده، مش لاقياه، هنعمل كده اهو زي اللي موجود على ايديا ده تمام، وبالمنقاش بقى اللطيف دوت هنقوم دايسين كده وايه، ونشيله كده بالراحه، هيعمل لنا شكل الكحكايه الناعمه الفظيعه، ونرصها بقى في صواني، دخلها فرن سخن في الرف اللي في النص درجه حراره 180، من كل الحاجات البسكوتات وكل الكلام ده من اول ما يعدي 8 9 دقائق تبتدي تركزي وتشوفي، هتلاقي اخد لون من تحت وشكله استوى وتمام. تطلعي لو احتاج تفتحي عليه الشوايه حاجه خفيفه اعملي كده. حاجه تانية مهمه جدا، الكحك الناعم ده ما تطلعيهوش على طول من الصينيه اول ما يطلع من الفرن، لازم يهدى ويبرد وتشيليه برفق جدا وبالراحه عشان ما يتفتفتش معاكي ولا يتكسر ويقع كده تمام. فهيبرد شويه تعرفي تمسكيه ونحط له بقى السكر البودره زي اللي احنا عاملينه هنا ده الخطير، ان شاء الله يا رب يعجبكم اهو. اللي في الطبق الكبير الحلو ده في ساده على السكر البودره، حلو قوي قوي، تقدروا طبعا تحشوه زي ما اتفقنا، ملبن، عجميه، عجوه، مكسرات، ساده، براحتكم خالص. فاصل بقى بسرعه ونرجع بعد الفاصل نعمل البيتي فور، خليكم معانا. انا جيت هنعمل دلوقتي الوصفه الثانيه مع بعض، ايه البيتي فور، كل الناس بتسال على وصفه البيتي فور، هو سهل جدا جدا ان شاء الله يا رب يعجبكم. ايه بقى المقادير؟ بصوا يا شباب، معايا كوبايتين دقيق، هنحط عليهم كوبايه من الزبده الطريه، كوبايتين دقيق عليهم كوبايه من الزبده الطريه، نص كوبايه من السكر البودره المنخول، 2 من صفار البيض تمام وما يكونش ساقع، كيس من الفانيليا، ورشه ملح. دي كده مقادير عجينه البيتي فور. عايزينها بقى تبقى بالكاكاو يا مروه، نعمل ايه؟ نشيل من مقدار الدقيق معلقه معلقتين ونستبدلهم بالكاكاو الخام يكون نوعه كويس، وتبقى الدنيا زي الفل. هنحتاج للحشو بقى، او ان احنا نلزق يعني البيتي فور مع بعضه، طبعا الكينج مربة المشمش، ممكن كمان عسل ابيض بيبقى ظريف قوي قوي، او حتى تخلي كل واحده بيتي فوريه كده لوحدها ونغطسها بقى بصوص شوكولاته اقتصادي اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي. عباره عن ايه بقى؟ معايا نص كوبايه من السكر، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، 2 كوب من اللبن، لبن طعمه كامل الدسم اللي هو الكيس ده بالظبط بمقدار 2 كوب، ومعايا كمان معلقتين كبار من النشا ورشه فانيليا. بس كده هنعمل الصوص الاقتصادي ده ونحطه على النار يتقل، بيبقى لطيف قوي، نزين بيه اي حاجه، نغطس فيه البيتي فور او حتى البسكوتات، فظيع، حلو جدا جدا وسهل قوي.
فهنعمله هو اول حاجه عشان تلحقوا تشوفوه، ونبتدي على طول في مقادير البيتي فور. انا معايا هنا الحله مش على النار ولا حاجه يعني بارده، علشان مهم جدا ندوب فيها النشا والكاكاو مع اللبن وهي على البارد. تمام كده مقص، وناخد كيس لبن طعمه كامل الدسم. الكيس ده بما يعادل كوبايتين من اللبن اهو، كوبايتين من اللبن كده. عايزين نجيب بقى ايه؟ السكر اهو، والنشا كله كده، وكمان الكاكاو. ممكن نحط ايه كمان؟ فانيليا. بس كده عايزين كل الكلام ده كده يدوب الاول، ونطمن خصوصا النشا، وبعدين احطه على النار كده بقى. بس كده لغايه بقى ما ايه يتقل معانا، ما بيبقاش تقيل قوي ولا بيبقى خفيف قوي، بيبقى سمكه حلو جدا لتغطيه البسكوتات والبيتي فور والحاجات الحلوه دي، واقتصادي زي ما شفتوا، استخدمنا فيه لبن كامل الدسم، لبن طعمه، بيطلع ظريف جدا جدا ان شاء الله. اهو هسيبه كده بقى يتقل، وتعالوا نعمل مع بعض على طول ايه عجينه البيتي فور. هنطلع بوله كده كبيره، والمضرب الكهربائي كده، وهنزل اول حاجه طبعا بالزبده، دي معروفه لازم الزبده الاول تتضرب لوحدها. في ايه يا مضرب؟ احنا لسه ما اشتغلناش. بسم الله. هنحط صفار البيض، اتنين من صفار البيض. تمام، هنحط عليهم الفانيليا. شوف دي الفانيليا، لا مش دي، يبقى دي بقى. هي دي. نحط الفانيليا ونضرب برضو. بشوية لازم نتابعه كده ونقلبه. نرجع تاني هنا بقى لمقادير البيتي فور. هنحط على الدقيق رشة ملح، مش هنحط بقى ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة خالص من الكلام ده على الدقيق، علشان ما يغيرش شكل البيتي فور. محتاجين شكله يفضل ايه يا جماعة؟ يبقى كده ايه، محافظ على منظره. واحنا حاطين اتنين من صفار البيض هيبقى كفاية قوي 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 كده. معنا طبعا بقى ايه برضو شوية لبن، عشان نلمي بيهم ايه الكلام الحلو ده، ونعمل احلى عجينة للبيتي فور. اهو معانا لبن طعمة كده. هتحطي كمية اللبن لغاية ما العجينة ايه تلم معاكي. بس كده احلى بيتي فور يا جماعة، خطير، هيعجبكم جدا، ودايب ولذيذ اخر حاجه، وهيحافظ على شكله، مش هيبوظ ولا هينفش كده ولا اي حاجه من الكلام ده. بس كده
اول ما العجينه تلاقيها كده لمت معاكي، عندك بقى مكنه بتيفور هتبقى لطيفه. ما عندكيش يبقى بكيس الحلواني والبلبله بتاعه الكريم شانتي دي هتحل لك الموضوع وهتبقى تحفه. اهو بصوا عجينه البتيفور خطيره اهو. تعالوا نبص هنا كده على صوص الشوكولاته اخباره ايه اهو. بنفضل كده نقلب فيه لغايه لما نحس ان قوامه ايه تقل معانا كده اهو. حاضر، فاضل دقيقتين بس. حاضر. احنا بقى عايزين نجيب كيس حلواني مثلا، او هنا اصلا والله بصوا محضرين لي والله، متشكره قوي يا جماعه اهو. هنقص الكيس، كيس الحلواني. انت بقى انزلي هاتي لك كميه كده من كيس الحلواني ده عشان تعرفي تعملي كل حاجه العيد، سواء اذا كان بقى بسكوت ولا بتيفور براحتك. بصوا البلبله بتاعه البتيفور اهي، هي دي اللي هي ورده كده مقفوله زي بتاعه الكريم شانتي بالظبط، هي دي. تمام، هنجيب صينيه، صينيه فرن الحلوه دي، وزي ما اتفقنا لو الصينيه عندك بتلزق يبقى ادهنيها او حط لها ورق زبده، ما بتلزقش خلاص زي اللي معايا دي على طول ايه اعملي البتيفور كده. بس كده هتلاقي العجينه ايه سهله معاكي، مش هتبقى ناشفه. فرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، هياخد له تقريبا 8 9 دقائق بالكتير ويمكن كمان اقل من كده. لو عندك مكنه البسكوت العجينه دي هتبقى حلوه معاها قوي. بس كده اهو، نشوف كده اخبار صوص الشوكولاته ايه اهو. بس اول ما كده خلاص غلي وتقل بنطفي عليه النار على طول ونسيبه بقى يهدى ويبرد علشان يبتدي يتقل وتحسي بالقوام بتاعه وتقدري تزيني بيه البتيفور. فانا بقى ايه هنا معانا واحد طبعا بارد اهو اهو يا جماعه. بصوا استنوا احطه فين، احطه هنا عشان تشوفوه. اهو بصوا بيبقى قوامه عامل ازاي اهو بالظبط. وادي البتيفور بقى خطير بعد ما بيستوي. ممكن بقى ايه نحط كده مثلا ونقفله مثلا كده، فيبقى ايه الصوص الشوكولاته الاقتصادي جوه تحفه، او بتاعه البتيفوريه نفسها هي شخصيا نزينها كده بيه. عندك بقى سبرينكلز مثلا اللي هو بيبقى ملون ده ترشيه عليها من فوق، هتبقى برضو لطيفة جدا جدا. وتزيني بقى براحتك، افكار كتيرة وحلوة قوي كمان زي ما قلت لكم للبسكوتات ولأي حاجة تقدري تحطي فيها صوص شوكولاتة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم ان شاء الله، والحاجات كانت سهلة ومشجعة ان انتوا تعملوها بنفسكم في البيت. مفيش احلى من ان احنا نعمل الحاجات دي بنفسنا، نملى البيت كده ريحة العيد. وكل سنة وانتم طيبين. بشكركم جدا ان انتوا تتفرجوا عليا، واتمنى لكم النهاردة ان شاء الله صوما مقبولا وافطارا شهيا. باي باي.